السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم الحاج الضوي. طبعا أول حاجة بمسي عليكم من جروب ملوك السعادة. جروب ملوك السعادة طبعا دي فكرة، كانت فكرة الأخت مريم وهي من الإمارات شقيقة، وهي صديقة محترمة جدا. طبعا عرضت علي فكرة إن احنا نعمل جروب للمواهب، مش للمواهب بس، ممكن يكون منوعات، يعني الناس نبقى جروب مع بعض ممكن نساعد عليه اي حد عايز مساعدة وكده، ونظهر في نفس الوقت عليه مواهب من كل محافظات مصر. لما جينا عملنا الفكرة دي انا والاخت مريم واعلنا عن المسابقة بتاعة المواهب، للأسف الشديد بقت مفيش ثقة، يعني محدش صدق الفكرة في البداية، وكله بيجي يتساءل هل الموضوع ده حقيقي ولا مش حقيقي، حقيقي ولا مش حقيقي. طبعا انتوا عارفين اخوكم الحاج الضوي، انتوا عرفتوا عني المصداقيه والصدق، وقلت للناس انه ده حقيقي، يعني الـ 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 الفكره حقيقيه، بس الناس مش عارف ليه ما اقتنعتش، وفي ناس كتير ما نزلتش مواهب كتيره. فبدا الاخ ناصر هيجو من سوهاج، عنده موهبه الرسم، نزل فيديو على الجروب وصدق ان المسابقه حقيقيه. واخونا اسماعيل حسن برضو كان عنده موهبه الشعر يعني زي ما بيقولوا، ونزل برضو فيديو وفازوا معانا. فطبعا النهارده يمكن الاحتفال ده هو اكبر دليل على صدق كلامنا، وان احنا كنا في جوائز ماديه هتتقدم للمتسابقين، ده اكبر دليل على صدق الاخت مريم اللي هي مديره الجروب، وانا ادمن معاها وبساعدها. والجروب ده عايزينه يكبر، جروب ملوك السعاده ده عايزينه يكبر، وعايزينه لان هعمل عليه مسابقات وهنساعد عليه ناس وهنساعد عليه اي حد معاه مشكله وكده. فيا ريت الناس من النهارده تبدا تضيف اصدقائها على الجروب، وده جروب منوعات وكده، وهنعمل عليه مسابقات دينيه وفنيه ورياضيه، وان شاء الله ده يعني بعد اللي احنا عاملينه ده الناس تصدق ان الفكره دي حقيقيه وان الفكره دي هتكبر. الجروب عليه حوالي 5300 او 400 عضو، عايزين الجروب يكبر، يبقى 100,000 و70,000 و150، يعني عايزينه يكبر كل شويه، يكبر كل واحد يضيف اصدقائه. طبعا انا بيسعدني النهارده انه انا برحب بضيوفي اللي معاي، الفنان ناصر هيجو، وبشكره على الصوره اللي هو طبعا رسمها لي، وبشكر اخويا اسماعيل حسن طبعا اللي هما جايين برضو من ادفو، والاخ ناصر جاي من محافظه سوهاج، انا برحب بيهم في الاقصر هنا طبعا. وبيسعدني دلوقتي اني انا اقدم لهم الجائزه. طبعا اخونا ناصر هو اللي فاز بالمركز الاول، وفاز بجائزه 1500 جنيه طبعا كاش مصري، طبعا من جروب ملوك السعاده، هيستلمها دلوقتي، فيا ريت نقدم له تحيه كده. طبعا دي جائزه بتاعت اخونا، الجائزه بتاعت اخونا ناصر اهو. طبعا الف مبروك، وعايزك تقول حاجه ان جروب ملوك السعاده وتستلم الجائزه بتاعتك. يا ريت تطلع الفلوس كده، وعشان برضو الناس يبقى عندها في مصداقيه. طبعا عايز تقول ايه للجروب والفكره ايه بالنسبه لك؟ انا بشكر الناس اللي هي مقيمه على الجروب، الاخت مريم والفنان الحاج ضوي حمد الغبري، وبشكر كل الاعضاء، وبشكر كل الناس اللي هي صوتت في المسابقه، وان شاء الله نكون اسعدناكم. بنشكرك ومبروك عليك الجائزه اللي هي مقدمه من الاخت مريم مديره الجروب، 1500 جنيه مصري. طبعا معانا المركز الثاني اخونا ناصر من ادفو، من السبعيه ادفو، وطبعا هو فاز بالمركز الثاني وحصل على اكبر تعليقات على الجروب بعد ناصر، واحنا طبعا بنحييه وبنقدم له جائزه 1000 جنيه مصري، فنسمع له التحيه. طبعا الف مبروك، ويا ريت برضه تطلع المبلغ 1000 جنيه مصري اللي هو انت حصلت عليه طبعا. عايزك تقول ايه، هل الفكره مثلا عايزين الفكره تكبر وتستمر، وعايزين تقول حاجه للاخت مريم اللي هي مديره الجروب، وتقول حاجه لجروب ملوك السعاده. بسم الله الرحمن الرحيم، حب اوجه بس رساله من الكلح، كل دوله مش السبعيه. الكلح طبعا السبعيه، وكنا احنا ادفو يعني واحد. تمام، حب اشكر الاستاذ ربنا مريم، بس يعني كانت فكره كويسه والله، ومصداقيه جامده فيها، وجروب السعاده هو فعلا سبب للسعاده.
طبعا انا بشكركم، بحييكم، بقول لكم